ربما الله سبحانه وتعالى يجدد الرحمات على أرواح الشهداء يعني ضحايا هذه الفاجعة. نطلب من الله سبحانه وتعالى يفتح لهم أبواب الرحمة والمغفرة، كذلك يصبر العائلة ديالهم، يشافي المصابين ويرزقهم الصحة والسلامة. لأن اليوم كيف ما تشوفوا منذ بداية هذه الأزمة يعني تم توحيد الجهود ديال الجميع، أولا لإنقاذ الأرواح، لإنقاذ المصابين، كذلك لإخراج الجثث وإعطاء كذلك المساعدات الأولية والضرورية. اليوم ولله الحمد يعني الأمور غادية في ظروف جيدة رغم الصعوبات يعني اللي تنواجهوا في جميع المراحل. لأن كجهة سوس مسا كنخرطوا بما أوتينا من قوة، وكنساهموا كذلك في جميع المجهودات الجبارة إلى جانب السلطات المحلية يعني القوات المسلحة المتواجدين هنا بقوة، الدرك الملكي كذلك، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المجتمع المدني اللي هو حاضر بقوة، المنتخبون حاضرين تاهما، وبالمناسبة تنحيوا الحس الوطني ديالهم والوطنية ديالهم تفعيلا التعليمات والتوجيهات ديال سيدنا الله يسلم. لأن اليوم فعلا الهدف الأساسي ديال هذه المرحلة هذه وهو أننا نقدموا المساعدات الأولية والضرورية، المواد الغذائية والإسعافات الأولية واستعجالية، وكذلك إيواء الناجين، لأن هذا هو المرحلة اللي هي حاسمة بالنسبة لنا، وإنقاذ كذلك ما يمكن إنقاذه. وفي نفس الوقت يعني لابد احنا راه خدامين وتندرسوا وتنفكروا في سبل إعادة الحياة في هذه الدواوير يعني المصابة من خلال يعني مشاريع مهيكلة اللي غنديروا بالشراكة مع الحكومة اللي بالمناسبة تنحية على التفاعل ديالها والتعامل السريع لتنزيل هذه المشاريع، لأن كان الرياكتيفيتي تخف في وقت ديال الحكومة ديالنا. أنا بكل صراحة ما ادخروا أي جهدين باش ما ينزلوا تم تنزيل زعما ديال جميع المساعدات الأساسية. يعني غادي المشاريع هذا غادي نعاودوا إعادة الهيكلة ديال المسالك الطرقية، غادي نعاودوا يعني إعادة البناء ديال جميع المنازل للدمرات، وغادي نخلقوا كذلك قرى يعني نموذجية جميع الدواوير جميع الجماعات.